اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستكمل حوارنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد كره اليد. كابتن، يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على المنتخب او المنتخب الناشئات او الشابات اللي حضرتك كنت بتجهزه للبطوله، وكان في معايير للاختيار يمكن اول مره تطبق في اي اتحاد. كلمنا عنها بالتفصيل يا كابتن، واختيار اللاعبات وصل ل 18 ازاي؟ احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك، بدانا ب 40 لاعبه واتصفوا مرحلتين، والمرحله الاخيره كنت انا كنا اللجنه يعني متفقين مع الكابتن احمد فتحي اللي هو المدير الفني انه خلاص يخلي بقى الفرقه اللي هنركز معاها علشان يركز في التمرين ويعمل الحاجات دي كلها. هو ضاف عليهم الاربعه البنات اللي هم طالعين من الناشئات. طب كابتن، مين اللي اختار ال40 في الاول؟ كابتن احمد ولا حد تاني؟ ترشيحات من المدربين واللجنه، يعني بالنسبه لل يعني لرؤيتنا احنا شفنا الدوري كله طبعا، شفنا الدوري وشفنا الماتشات كلها وشفنا المباريات، واحنا عرفنا كمين المنتخبات، جبنا اسماء المنتخبات اللي هي اصليه اللي سافرت وعملت، دول كانوا موجودين وكلهم موجودين. وصلنا 40 لعيبه، ده يعني قاعده عريضه جدا. يعني قماشه، انت حضرتك جبت كل القماشه اللي ممكن بالظبط اللي ممكن تختار منها. يعني ما ظلمناش حد. هي الحقيقه بعد كده خدنا خطه، يعني انا في رايي انها حاجه جديده تتعمل، ان احنا عملنا في كل بوزيشن، مثلا بوزيشن 4 بدانا نرقم فيه 1 2 3 4، مين احسن واحد من وهكذا. ازاي؟ بكل تدريب مع بعض او كل مباراه مع بعض، مع بيلعب مع بعض، عندنا احنا ورد واحد سكاوتينج ممتاز، شغال سكاوتينج بيعمل ايه؟ بيشوف بالظبط ده سكاوتنج، بيشوف ارقام، دي شاتت كم شوطه، دي صد كم بلوك، دي فاربعه، يبقى واحد مين، 2 3 4 5 6 وهكذا في كل بوزيشنات، 4 3 2 والليبرو بقى عندنا حصيله بتقول مين نمره 1 مين نمره 2. ما بصيناش لاي اسماء، بصينا للارقام، ارقام طبعا، مين 1 مين 2 مين 3 مين 4. فده فير انف يا كابتن، الحمد لله. انا كلاعب لو لاعب متميز ارقامي اللي بتتكلم عنها، الحمد لله. فخدنا فعلا المراكز دي. ومعلش احنا الشابات طولنا شويه عشان الاربعه اللي جم من تحت السن، فبالتالي ان شاء الله هنصفيهم، هيبقوا 16 لان هيسافروا 12 بس. والسفر امتى يا كابتن؟ والله لغايه دلوقتي للاسف الدعوه ما جاتلناش، لكن انا جبت السكادجول من اوغندا، هي اوغندا عاملاها يوم 16، بس حضرتك عارف كورونا حديثه دي قفلت كذا دوله. بس لازم نبقى جاهزين، لازم نبقى جاهزين، يعني حضرتك جاهز بالمنتخب اي وقت، قالوا لنا سافروا بكره هنسافر، الا لو هم بقى اجلوا البطوله زي تونس وزي نيجيريا وزي كينيا، يعني ساعتها غصب عننا هنوقف النشاط. انا وقفت النشاط الثلاثه الفرق الاخرين، وقفتهم. وقفتهم طبعا، لان هو بطولاتهم متاجله يناير 21. الاتحاد القادم بقى هو اللي يتولى المسؤوليه. بالظبط.